نجوم القمة. في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة. الشعر يصنع نجما. هو اللورد جورج جوردون بايرون، اللورد السادس في أسرته العامرة باللوردات، شاعر الإنجليز الأوحد في القرن التاسع عشر، صاحب المغامرات الصادرة عن نفس معقدة وعقل مهتز وعواطف غير ناضجة. ولد عام 1788 من أم ثرية جدا تجري في عروقها دماء الأسرة المالكة الإسكتلندية، وهي أسرة اشتهرت هي أيضا بالوحشية والشرور، وهكذا كانت هي مع ولدها. ماي غراي، أنت يا ماي غراي، اللعنة عليك. نعم يا سيدتي، نعم. أين الولد جورج؟ إنه جورج ابنك يا سيدتي، الذي حطم كل الصحون. وهاتيه لأضربه على قدمي. لقد هرب إلى حديقة القصر يا سيدتي كاترين. تعال تعال أيها اللعين. منذ هرب أبوه اللورد المجنون إلى فرنسا وأنا أقيم في عذاب دائم دائم يا ماي غراي. سيدتي البارونة، الحق يقال إنك هكذا منذ تزوجتي، فقد بدد كل ثروتك. ضياع الثروة أصبر عليه يا ماي، أما هذا الولد الشرس جورج، لقد أبلغته موت أبيه فلم تدمع له عين. ولماذا أبلغتيه ذلك دون إذني؟ إنه لم يزل في الرابعة ولا يحتمل خبرا كهذا يا ماي غراي. هذا خطأ. الخطأ أنك تعذبينه دائما وتدعينه يا أعرج كلما غضبت منه، هذا هو الخطأ. يجب أن يذهب إلى المدرسة، يجب أن يتعلم شيئا مفيدا. بدأ الصبي بايرون دراسته بين ضرب أمه وشتائمها وتعذيب خادمته له، وكان عمه اللورد قد مات، فورث هو لقبه وهو في العاشرة، وكذلك ورث ثروته. وتمضي الأيام فيدخل في شهر أكتوبر من عام 1805 جامعة كامبريدج وهو في أشد حالات الأسى، ثم قرر مجلس الوصاية أن يرفع راتبه السنوي، وظل يحلم باليوم الذي يتحرر فيه من استعباد أمه يوم بلوغه سن الرشد. لقد عاش لأول مرة في شقته الأنيقة الخاصة بعيدا عن أمه وخادمته. أجل أجل، لابد أنهم صديقي جون كام. كف عن النباح يا عزيزي بوتسوين. بوتسوين يرحب بك. حسنا يا صديقي بوتسوين، إنك أكرم من سيدك اللورد. كيف حالك يا صديقي بايرون؟ تراكمت علي الديون يا جون وأرهقني المرابون. هذا لا يهم، أنا أسألك عن أخبار ديوانك، ديوان أشعارك يا عزيزي. ما رأيك أنت يا صديقي جون كام؟ الذي أعرفه أنه نال نجاحا عظيما في كامبريدج، نجاح لم يحدث من قبل. فما بال هذا الناقد الحقير. اقرأ
اقرأ ماذا كتب في مجلة إدنبرا. ديوان ساعات الكسل. فشل الديوان مثلما فشل اللورد الذي كتبه. إني أنصح أن يجمع الديوان ويحرقه، ولا مانع أن يحرق كاتبه ليتخلص المجتمع من ما هذا؟ هذا الرجل مجنون لا شك. وأثر النقد لأول محاولاته الشعرية في نفسه أحد الأثر، ولكنه تأنى ولم يرد. وفي أواخر عام 1808 حاز بايرون إجازة الماجستير من جامعة كامبريدج، وبلغ سن الرشد واستولى على ممتلكاته، وسافر إلى نيوستيد ليعيش في قصر أجداده. وبعد يا جورج؟ قلت لك يا أمي إني سأعيش هنا وحدي. وأنا أؤكد لك أن من الخير أن يعيش كل منا بعيدا عن الآخر. لقد عددت نفسي لهذا الموقف يا جورج. يا أمي أنا لن أبقى هنا طويلا. أعرف يا بني، أعرف يا جورج بايرون. إلى اللقاء يا ولدي، إلى اللقاء. ولكن لماذا هذا الرحيل المفاجئ يا جورج؟ يا صديقي جون كام، كرهت إنجلترا والنقاد والشعر والناس. إنك لا تتصور مدى سروري برحيلي. ولكنك قد أصبحت عضوا في مجلس اللوردات. تصور أني طلبت أن يصحبني وصي السابق اللورد كارليل إلى المجلس فتهرب من مرافقتي. أنا جورج بايرون يتهرب مني. ما أعجبك يا جورج يا عزيزي؟ لقد شتمت وسببت في ديوانك الجديد كل اللوردات والكتاب والشعراء. لماذا تصنع ذلك يا جورج؟ لماذا؟ أردت أن أشفي غليلي من الذين انتقدوا ديواني الأول. لو استطعت لذبحتهم. ولكن الناس أقبلوا على شراء ديوانك وهم سعداء. والحقيقة أن الرأي العام ثار على بايرون ثورة عارمة من الشتائم التي كالها جزافا لأفضل الشخصيات، فلم يجد مناصا من الرحيل إلى إسبانيا والبرتغال، وهناك خلى لنفسه ونزواته وشعره، فأخرج ديوانه الشهير الطفل هارولد. وظل في رحلته ما يقرب من عامين، فأسرف على نفسه أشد الإسراف، فارتبكت حالته أشد الارتباك، وأصبح قصره في نيوستيد معرضا للبيع. وتتالت الرسائل من الناس في لندن تطالب بعودته، فعاد. أرأيت يا جون كام؟ أرأيت هذه الحسنة التي لم تتقدم نحوي لتصافحني؟ هي وحدها من بين الموجودات في الحفلة التي رفضت التعرف علي. هل هي نوع آخر يا جون كام؟ كل السيدات يخطبن ودي إلا هي. لا تريد أن تنضم إلى زمرة المعجبات. أتدري من هي؟ لا. هذه أمبيلا مولابينكي، الابنة الوحيدة لسير لاف ميلانكي. السير لاف أخو صديقتك اللبقة وكاتمة أسرارك الليدي ميلبرون. حقا؟ مالك. الفتاة رائعة الجمال والعقل واحترام الذات، وهي أيضا عظيمة الثراء، لكن لا يعقل أنك تفكر في زواجها مثلا. ولم لا؟ لم لا يا عزيزي جون كام؟ إلى أين؟ لورد بايرون إلى أين يا صديقي؟ عمل بنصيحة صديقه، فكاشف ليدي ميلبورن صديقته الوفية برغبته في الزواج من أنا بيلا، والتقى أشهر شخصية في إنجلترا في ذلك الوقت بالحسناء أنا بيلا. طبعا يا سيدي اللورد، لقد تحدثت طويلا مع عمتي في طلبك. فما رأيك؟ يا سيدي اللورد، أولا لا تقولي يا سيدي اللورد، أنا جورج بايرون الذي يريد أن يتزوجك لأنه أحبك.
ويريد أن يسمعك. أنا في الحقيقة آسفة جدا إذ أني مخطوبة. مخطوبة؟ لا، هذا رفض مهذب يا نبيلة العزيزة. طبعا، فما يغري مثلك جمالا ومالا في لورد مفلس سيء السمعة. بالعكس، إنك تتمتع بشهرة عظيمة وأنت لم تزل في فجر شبابك وشاعر لا مثيل لجمال شعرك. وعلى فكرة لقد قرأت دواوينك الثلاثة. أنا بالله، هل تتزوجينني؟ آسفة يا جورج بايرون، آسفة جدا. وألح بايرون مرة إثر مرة حتى قبلت أن يتزوجها. كانت هي شديدة الحذر ولكنها تحبه أشد الحب، أما هو فكان يطمع في ثروتها لا في حبها، وكانت هي تعتقد أنه يحبها كما تحبه. فكان أن تزوج في يناير من عام 1815، ولم يعد الزواج على بايرون بالمال الذي كان يرجوه، وثقلت عليه ديونه، وأحس أنه أخطأ بزواجه من أنا بيلا، فبدأ سلوكه الفوضوي الذي اعتاده يزعجها. كنت أعلم ذلك يا عزيزي بايرون. ماذا كنت تعلمين يا أنا بيلا؟ أعلم بسلوكك وما يحدثه في نفسك الإعجاب بشعرك. يا أنا بيلا، إن عيبك أنك عاقلة جدا، والعقل والقلب لا يسيران جنبا إلى جنب. لقد قضينا وقتا لا بأس به في شهر العسل. مجرد أيام يا أنا بيلا، لقد ذهبت ضحية خيالك وأوهامك. كنت أتمنى أن أستطيع إصلاحك يا عزيزي بايرون. وتظنين أن في استطاعة امرأة أن تصلحني؟ كنت أظن ذلك. يكفي أن تكوني زوجتي لأكرهك جورج. ستعرفين بعد أنك اقترنت بشيطان مريد. أوقف العربة يا جورج، أريد أن أعود إلى البيت أرجوك. نزلت كلماته كالصواعق على قلبها النظيف. لقد حطم أحلامها وكبرياءها، ورأت عجبا من أخلاق زوجها، تارة يثور كالوحش الكاسر، وتارة يعطف ويطلب الصفح. لقد ماتت أمه منذ عاد من رحلته، ولكنه يتخيلها ويكلمها ويبكي ويضحك ويسبها ويجرحها، وفي الليل تطارده الهواجس. كام كام افتح بايرون، مالك؟ انتهى كل شيء يا جون كام. قرر أهلها أن أطلقها. اقرأ خطابها يا جون كام، خذ. وكنت أرجو يا عزيزي جورج بايرون أن أخرجك من حالتك العصبية وأن أكون لك مرشدة. لقد أفصحت لك عن حبي العميق فاحتقرت، فلما علمت منك أنك لا تريدني وأني بدلا من أن أكون مرشدتك وسلواك عما أصابك أيام طفولتك وصباك مع أمك، رأيت أن أتركك وأخلي سبيلك. أقسم أني نادم. أنا أحبها، إنها خير زوجة في الحياة. سيحطمني هجرها هذا إلى الأبد يا جون كام. ولم تجد محاولاته لاستعادتها رغم حبها له وحبه لها الذي اكتشفه عندما فقدها، فطلقها وعاشت مع ابنتها أغوستا. أما هو فقد ثار كل مجتمع لندن ضده، فقد نظم القصائد ضد بلاده، فرفض أعضاء مجلس اللوردات مصافحته، فأحس بالوحدة والعذاب. وداعا إلى الأبد، وداعا. هذا قلبي طوع أمرك، وإن رفضت الصفح عني فقد كشفت صدري لعينيك فرأيت ما يحتويه. فبربك كيف أمكن أن تطعنينني؟ يا له من شعر. ولكن إلى متى يا سيدي اللورد؟
إلى متى هذا الشعر الباكي المعذب؟ إلى الأبد يا فلتشر العزيز. هات هذه القصيدة يا سيدي، أحفظها بين أوراقك. خذ كل ما كتبت واحتفظ به يا فلتشر. يا إلهي يا إلهي، لقد طمست دموعك معظم الكلمات يا سيدي. لقد اختفت إنجلترا عن أنظارنا، هناك تعيش أنا بالله. فإلى أين تذهب يا سيدي؟ إلى إيطاليا فلتشر، سأكتب مذكراتي. مضت الحياة بالشاعر الطريد الجميل وهو يتخبط في السياسة حينا والذكريات الأليمة حينا والحب المتجدد والشعر المتدفق. حياته كانت شعرا وقصائد تعزف كالألحان كالموسيقى. وفي اليوم 15 من أبريل من عام 1842 كان قد بلغ 36، فأحس بالعطش واعتراه هبوط شديد وانساب لسانه بقصيدة جديدة أخيرة. لماذا تنزعجون؟ كنت تأسف على زوال الشباب، هاك أرض الموت الشريف النبيل، فإلى ميدان الجهاد فاستشهد فيه، وابعث لنفسك عن قبر جندي فهو لك أشرف القبور، وتأمل حولك واختر لجسدك مثوى وارقد لتستريح. إنك بخير يا مولاي اللورد. سأموت يا فلتشر، فبلغ سلامي للذين أحببتهم في إنجلترا. إذا ذهبت يا مولاي أذهب معك. لا أدري أيها الأصدقاء ماذا أصابني، كيف لا أستطيع أن أتحرك؟ لا تظنوا أني أخاف من الموت، ولكني كنت أتمنى أن أعود إلى وطني وأن أعيش مع ابنتي. فلتشر فلتشر، ما يبكيك؟ يا له من منظر جميل. مولاي فلتشر، طفلتي الصغيرة أدى، أدى المسكينة، لو رأيتها ولو لمرة واحدة فبلغها دعواتي وبركتي، وكذلك أختي وأولادها، واذهب إلى زوجتي وأخبرها بكل شيء. لا أذهب يا سيدي، فأعد علي ما قلت. كيف يمكنني يا فلتشر؟ فات الوقت وانتهى كل شيء. زوجتي، ابنتي أدى، أختي، أخبرهن بكل شيء، فأنت تعرف رغباتي. غدا إن شاء الله نلتقي مع نجم آخر، الكاتب علي عيسى، المخرج علي المفيدي.